تحرص جمعية الخالدية الشبابية وبالتعاون مع آيزك العالمية على دمج شباب العالم بالشباب البحريني من خلال ملتقى الخالدية الشبابي، والذي يقام بشكل سنوي، حيث تم طرح العديد من الأفكار من خلال مجموعة من ورش العمل والمحاضرات والندوات التي تلعب دورا كبيرا في إبراز قدرات الشباب البحريني في مختلف الجوانب المعرفية. ديمومة عمل الشباب وتوجيه طاقتهم في الاتجاه الصحيح أحد أهم أهداف ملتقى الخالدية الشبابي، والذي تحرص الجمعية على تنظيمه بشكل سنوي. تستضيف عددا من المدربين ليتناولوا فكرة معينة يعملوا من خلالها على تعريف شباب العالم بقدرات الشباب البحريني وإبداعاته في مختلف المجالات. احنا كجمعية بالتعاون مع آيزك ننظم ملتقيات تلتقي فيها شبابنا، احنا شباب البحرين مع شباب من دول العالم. نقوم في ورش عمل، هاي ورش العمل تهتم بكذا مواضيع مختلفة. هاي الشيء يساعدهم على تبادل الأفكار، تبادل المعلومات، اكتساب مهارات مختلفة. نسوي هاي الشغلة عن طريق أكثر من برنامج. البرنامج اللي حاليا قاعد نشتغل عليه اللي هو التبادل الثقافي، فنجيب شباب من العالم يجون هني طبعا في البحرين، يشتغلون على كذا ورشة وكذا مشروع يشتغلون عليه هني، وفي نفس الوقت يتبادلون خبرات، يتبادلون ثقافات، يتعرفون على ثقافاتنا هني في البحرين، وهم يضيفون في المجال اللي هم قاعدين يتطوعون فيه. ملتقى شامل يجمع عددا من شباب العالم في مكان واحد ليتعرفوا على مدار شهر كامل على مواضيع متعددة تحمل فكرا خاصا يجسد قدرات الشباب البحريني في قالب ثقافي متميز. أنا سعيدة بهذه المشاركة، خصوصا وأنها تجربة غنية ومتميزة. تعلمنا الكثير، خصوصا وأن شباب البحرين يمتلك الكثير من الأفكار الجميلة، فقد اكتسبت الكثير من المعلومات من خلال العمل الجماعي في الورش التي حضرته. يعطيك دافع، خليك أن تحبين تسوين أعمال تطوعية أكثر وأكثر وأكثر. إيه، وأنا أحب أن أوصل يعني فكرة للشباب البحريني أن التطوع وايد شيء زين. الشباب البحريني منفتح جدا ويمتلك الكثير من الأفكار التي تؤهله لمنافسة شباب العالم في الكثير من المجالات. منذ وصولي إلى البحرين وأنا أشعر بالسعادة، لأن شباب البحريني متعاون ومضياف، كما أنه متميز في طرح أفكاره. ففي كل ورشة شاركت فيها اكتسبت معلومة من هذه الخبرات الشبابية البحرينية. جمع متميز لثلة من شباب العالم يزورون البحرين حاملين بجعبتهم الكثير من الخبرات وعدد من المشاريع المتميزة ليثروا بها خبرات شباب البحرين ويتبادلوا الإبداع مع نظرائهم البحرينيين في مختلف المجالات. شبابية متنوعة، خبرات وثقافات متعددة تزور البحرين بشكل دوري، تستضيفها جمعية الخالدية الشبابية بالتعاون مع آيزك العالمية وفق خطة متكاملة لتعريف شباب العالم بقدرات الشباب البحريني. خول القرينيز لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.